صار جن اسمة ربيع حسين. يا الحبك سكن بالروح حسين، ما شايف قمر مذبوح حسين، نبدي باسمك انت جوح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتقدم بالتعزية إلى مولانا الإمام صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه بهذه المصائب، مصائب آل محمد عليهم السلام، مصيبة عاشوراء، مصيبة الطف الأليمة التي أفجعت قلوب آل محمد وقلوب شيعتهم. الطف، هذه المعركة التي أعطتنا دروسا في شتى الجوانب، من تضحيات والإيثار والوقوف ضد الظالمين وإعلاء كلمة لا إله إلا الله. إن شاء الله اليوم نسير على الأقدام من محافظة نينوى قضاء اللعفر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذه المسيرة البسيطة المتواضعة، وأن يجعلنا من الآخذين بثأر الحسين مع إمام منصور من آل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعبان وفقدت الحل بالعاشر ضجيج وخل، يا عشق وسوالف ليل ما ينمل طعام هنهل، باريك الحمام يذوب على رملة ولا مندوب، انت الساتر ومسلوب يم جرحك صفن أيوب. وصيه أحمد الحسن عليه السلام بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين عليه ولد الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا حتى يوم القيامة. قلب التراج وضيم ومرورة صبور باجور، زينب تمشي عالهزلة وفوق من الرموح قبلة، وبلاية محامي هناك جعفر بالعبي طفلة. الغدار مضيك زينب حايره و
وحدة تسولف بحدهن ينشدا وين أبو جن راح وضحكا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا. وعزي صاحب العصر والزمان الإمام الحجة بن الحسن الإمام المهدي عليه السلام ووصيه ورسوله اليماني الموعود الإمام أحمد الحسن عليه السلام وجميع الأمة الإسلامية على وجه الأرض بحلول واقعة الطف الأليمة واقعة كربلاء وما جرى على الحسين وعلى أهل بيت النبي من سبي وقتل وذبح في سبيل حاكمية الله. لطالما دار هذه المنازعة وهذه المنافسة بين الحق والباطل على وجه الأرض، فكان الحسين عليه السلام أكبر دليل وأكبر فداء لله سبحانه في أرضه وفي دين الله في سبيل إقامة حاكمية الله ضد حاكمية الناس، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. حيرتني دلال الأبو أكثر دللتني وما يوم بعسر لو هم عفتني مرت قلب صحتك وسمعتني مثل عبد الله حاسبني تنشف دمعت بيدك يا هنيالي يا ابو الاكبر اصير بريت بتولي يدك سؤال شقد شايف عشق مثلك ولا اشوف على شفاجك اميد من قلبي لجفوف حر بعيشتي بس بيك مشتوف عشت مقابلك نورس على جروح عشت وياك حرية زلمة وبس لك باجي تنطيني لأريد مش كثر حني يا متروس جفك بالكرام ويقدم دروس بوقت القحط ما يكتار سطوس يا المخليني عالي بنزلة الروس
بيك اتباه بين الناس أقلهم والد حنين صلب غيري انت اخو العباس بس قلبك علي لي سؤال بالي باقيد انت حسين لو قبره اول ما اشوف انسان مذبوحي وهو ابن شنو الأمرا يبيك انشاف أكبر اش ما أبجي عليك انهابك كان دموع الصير ماني ولو لفشار وتطلع أحلى من نكهة الأنظار اش ما صباح الخير جنك عايش وياي يا المدرش ما عزتك ما اخذ هواي احن واشتاق لك واحتر بالفياي وتنزل فوق قلبي برودة الماي سبحان الله ما شايف واحد يشبه احساسك تلمني وانت ما ملموم باقي بلا حيرتني دلال الأبو أكثر دللتني وما يوم بعسر لو هم عفتني مرت قلب صحتك وسمعتني مثل عبد الله حاسبني تنشف دمعت بيدك يا هنيال
أبو الأكبر أصير بريت بتولي يدي سؤال ما شقد شايف عشق مثلك ولا شوف على شفاجك أميد من قلبي لشفوف حر بعيشتي بس بيك مشتوف عشت مقابلك نورس على جروف عشت وياك حرية زلمة وبس لك باجي تنطيني لأريد أنه دخيل الله اش كثر حني يا متروس جفك بالكرام ويقدم دروس بوقت القحط ما يكتارس الطوس يلم خليني عالي بنزلة الروس بيك اتباه بين الناس أقلهم والد حنين صلب غيري انت اخو العباس بس قلبك علي لين سؤال ما شنو الأمرا يبيك انشاف أكبر مش ما أبجي عليك انهابك كان دموع الصير مالي ولو لفشار وتطلع أحلى من نكهة الأنظار مش ما أطلع